السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر الظاهر طالب طب من جامعة الملك فيصل بالأحساء. كيف حال أخبار العلوم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. إن شاء الله اليوم راح أتكلم عن درس لكلينيكال أنيميا، وتحديد الدرس هذا يتكلم عن موضوع السيكل سيل أنيميا أو الأنيميا المنجلية، مرض جدا منتشر في الأحساء. خلينا نتكلم عنه ناخذ فكرة عنه، نقول بسم الله. راح أتكلم على الجوانب الكونسبت في الدرس، حتكلم ليش ليش المرض موجود، طيب كيف يسبب الأعراض، ليش الأعراض موجودة. ولكن لما أتكلم على الأعراض اللي درسناها من قبل زي هبات سيلر سيمتومز، تمام، الجوندس وما أدري إيش وإلى آخر الكلام هذا كله، ما هتكلم عنها. جميل، لأن خلاص خذناها وخلصناها واختصار الوقت وعشان نكون منجزين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السيكل سيل ديزيز، بطبيعة الحال عندي خلية الدم الحمراء التي تملك ممبرين عبارة عن فوسفوليبيد بايولاير، لا تمتلك النيوكلياس ولكن تمتلك 4 قطع من الهيم، وكل قطعة من الهيم تمتلك بروتين خاص فيها اسمه الجلوبين. والجلوبين في عندي نوعين أساسيين باللي راح أتكلم عنهم العام بشكل عام، يعني الاثنين اللي فوق اللي بالأحمر راح أطلق عليهم ألفا جلوبين، واللي بالأخضر اثنين اللي تحت راح أطلق عليهم البيتا جلوبين. وخلنا نعرف الأساس، الجلوبينز هذه عبارة عن بروتينات، والبروتينات عبارة عن أمينو أسيدز. فخلنا نعرف بشكل طبيعي كيف البيتا الجلوبين هذه تصنعت، من خلال نروح نرجع للجين الأساسي للدي أن إيه. لما يكون في عندي السي تي سي والجي أي جي، في عندنا هذا الجين الأساسي، هذا النيوكليتيد الأول أو عفوا النيوكليتيد الثاني الموجود في المنتصف، اللي هو عبارة عن ثايمين أدنين. لما نضيف الثايمين والأدنين يطلعون لي أمينو أسيد معين اسمه الجلوتامين. الجلوتامين هذا يساهم في تصنيع البيتا جلوبين، وهذا الشيء الطبيعي. مريض الأنيميا المنجلية أو السيكل سيل أنيميا أو السيكل سيل ديزيز، اللي صار إن كان هنا في ثايمين وأدنين، اللي صار في فليبينج أو صار في سويتشينج. هذا السويتشينج عبارة عن ميوتيشن أدى لي إن الأدنين يصير فوق والثايمين يصير تحت، مما أدى إلى تصنيع أمينو أسيد مختلف اسمه الفالين، والفالين هذا ما يصنع البيتا جلوبين كويس. طيب إيش المشكلة في الموضوع هذا؟ المشكلة في هذا الموضوع إنه راح يغير لي من شكل خلية الدم الحمراء، واتفقنا إن موضوع الهيموجلوبين جدا مهم. طيب يا عمر كيف؟ وبشكل عام ترى المفروض حتى مع الميوتيشن الطبيعي اللي صاير، نبغى نشوف الحين مع الميوتيشن، الحين هذا الهيم وهذا الهيم وهذا الهيم وهذا الهيم، هذا جلوبين وهذا جلوبين، وهذا البيتا وهنا خلنا نقول نحط البيتا جلوبين المضروبة، نقول هذا يلا خبوشة. طيب يا عمر هل هي تكون يعني خلية الدم الحمراء هل هذا راح يأثر عليها إذا كان بيتا جلوبين مضروب بسبب الميوتيشن؟ أقول لك لا، هي لما تكون حاملة الأكسجين ما حتسبب أذى، بس لما تفك الأكسجين راح يتحول شكلها إلى هلالي أو منجلي، تمام؟ فمع عملية فك الهيموجلوبين حيصير منجلي. وطبعا الكلام هذا ينطبق على خلايا كثيرة من خلايا الحمراء، فاللي راح يصير في الخلايا الحمراء يشبكون ببعض، يصيرون بوليمرايزيشن بوليمرز، أو بما يدعى بعملية السيكلينج. السيكلينج اللي هو لما يصيرون بشكل منجلي راح يشبكون ببعض، مجرد يشبكون ببعض ما حتصير حركتهم كويسة في مجرى الدم، وتصير عندي الهايبوكسيا أو المشاكل هذه كلها. جميل؟ فايش الاشياء يقول لك ممكن تؤدي لي الى عمليه او الى اثار او ان مريض الانيميا او سيكس انيميا يطلع عليه الاعراض؟ الهايبوكسيا. هايبوكسيا معناها اكسجين قليل، وقلنا هذا الشكل ما حيطلع الا الاكسجين قل، فاذا الاكسجين قل فحياخذ الشكل فحيصير في سيكلينج حتطلع عند الاعراض. جميل، فهذا بشكل طبيعي، هذا شكل الغير طبيعي مش طبيعي، تمام. ايش اعراض هذا المريض؟ نقدر نلاحظ ان شكل خليه غير طبيعي، فشكل طبيعي خليه غير طبيعي معناها ان حتى حركه الخليه ما حتكون طبيعيه، خليه الدم الحمراء طبعا قاعد اتكلم، وتوصيلها للاكسجين وظيفتها الاساسيه ما حتكون طبيعيه. فحنلاحظ ان مريض الكلينيكال او عفوا مريض السيكل سيل انيميا عنده اعراض مختلفه جدا، لانه مشكلته في الدم، والدم يتوجه لاي نسيج، فممكن اذا انت اذا الدم ما قاعد يسوي وظيفته الكويسه معناها ما حيعطي مساهمه للنسيج، فالنسيج حيصير فيه مشكله، فيصير في عنده مالتيبل سيمتومز وفي عنده مالتيبل كومبليكيشنز وحتى الى مالتيبل كومبلينز والى اخره. جميل، فخلنا نشوف ايش ممكن يصير في عنده. ممكن هذا الموضوع ياثر على القلب او يصير في عندي كارديك كومبليكيشن. ليه؟ لان بشكل عام القلب عباره عن عضله، والعضله يحيطها كورونري ارتري، والكورونري ارتري هي اللي توصل الدم لهذه العضله عشان تقدر تؤدي وظيفتها. لو صار في عندي سيكلينج معناها ما حيصير في اكسجين كويس، وتعريف ان لما ما يصير في
تمويل أكسجين كويس لعضلة القلب معناها هذا يدعى بإنجينا اللي هي abnormal supply of oxygen to the cardio or to the cardiac muscles. جميل. هذه بطريقة قد يؤدي إلى قد مريض أيام يجيك في مشكلة إنجينا. طيب ممكن يجيك بأمراض من القلب منتشرة أخرى، ومن أهمها إيش؟ أهمها إحنا اتفقنا إنه هذه خلية الدم الحمراء، صحيح؟ وفيها قطع الهيم الأربعة، وفيها كل واحدة الجلوبين، وهنا جلوبين جلوبين. الجلوبين ذول مضروبين، معناها ما حيحملون الآيرن اللي عليها. معناها الآيرن إيش حيصير فيه؟ طبعاً هذه تيجي كنظريتين. الآيرن حيبدأ يتكتل في الجسم، بدل ما يدخل حيبدأ إيش؟ ينتشر في الجسم. تمام؟ فزيادة الآيرون الآيرون آيرون آيرون راح يسبب إلى مشاكل سواء في تمويل الدم أو في مشاكل الديبولاريزيشن في المصل، فيجيك كارديوميوباثيس. هذا لما أتكلم عن القلب. طيب لما أتكلم من ناحية ضغط الدم اللي موجود في الرئة أو البولمري هايبرتنشن، حيصير في عندي بولمري هايبرتنشن. ما هو بولمري هايبرتنشن؟ البولمري هايبرتنشن هو عبارة لما يكون في عندي اللنجز، هذه اللنجز اللي حيكون جايها البولمري جايها البولمري آتري، لما يرتفع الضغط اللي في البولمري آتري هذا، وتحديدا في البولمري ترانك يعني طالع من القلب على طول، القلب مثلا هذا القلب، لما يرتفع الضغط هنا اكثر من 25 ملي، اكثر من 25 ملي متر في ميركوري، هذا نقول عنه بولمري هايبرتنشن. طيب ايش اللي ممكن يسبب البولمري هايبرتنشن هذا يا عمر؟ في كذا نظريه. النظريه الاولى تقول لك انه ممكن لما عندي مثلا عندي هنا بلاد فيسل مثلا، وهذا مريض الانيميا عنده الخليه الدم الحمراء المضروبه السكلت هذه، اللي راح يصير انه لما تكون بهذا الشكل حركه الدم راح تكون بطيئه، حتكون صعبه، فممكن يصير له تجلط، والتجلط هذا ثرومبوسيس ممكن يجي هنا ويصك بعض الطريق، مما يؤدي الى ارتفاع الضغط، انه صغر المساحه فيرتفع الضغط بولمري هايبرتنشن. او في نظريه اخرى تقول لك ان مريض السيكل سيل انيميا، ايش خلينا نقول هذه الخليه حقتها، خليه الدم الحمراء حقتها، يصير في دائما ديستركشن او تدمير لخليه الدم الحمراء بشكل اسرع واكثر، لانها خليه الدم الحمراء غير صالحه للاستعمال بشكل كامل او بشكل كلي. وطبعا من خلايا الدم الحمراء ايش؟ الهيموجلوبين، وتحديدا الهيم. قطعة الهيم هذه عندها ميزة انها جاذبة للنيتريك اوكسايد. مريض خلية ونيتريك اوكسايد يعتبر ايش؟ فازو دايليتر. موسع، تمام؟ مريض سيكل سيل انيميا ما حيكون في، حيصير في تدمير اسرع للخلايا الدم الحمراء، للاستروسايت، تدمير اسرع للهيم، معناها ما في جذب اقل نيتريك اوكسايد، معناها في اقل دايليشن، فيصير في اقل دايليشن، عكسه ما حيصير في كونستركشن بس الدايليشن يقل، فمعناها انه في تضيق نوعا ما، وهو بولمري هايبرتنشن. هاي نظريه. تمام. النقطه اللي بعدها، قد يصير عند المريض هذا استيومولايتس. ايش الاستيومولايتس؟ هو عباره عن انفلاميشن ان ذا بون ديو تو انفكشن، وغالبا يكون ستافيلوكوكس. كيف يعني؟ هذه البون عباره عن نسيج يحتاج الى تمويل او الى بلاد سبلاي. قد يصير ان البلاد سبلاي حكم ان خلايا الدم الحمراء غير سليمه كشكل abnormal structure، ما حتوصل الدم كفايه. اللي راح يصير حبه حبه. طيب هاي انفلاميشن. طيب خلنا انا لخبطت في حاجه، خلنا نعيد بس حاجه شرحها. تمام، اعذروني، خبطت في اللي بعده، كنت بقول اللي بعده خبطت، خلنا نوضحها. طيب استيومولايتس هو عباره عن انفلاميشن بسبب للبون بسبب انفكشن. ايش اللي يؤدي لي هذا بشكل عام؟ في عندي السبلين. السبلين هو عباره من الاعضاء اللي جدا جدا مهمه في انها تلعب مع الليمفاتيك سيستم وتلعب في الاميونيتي. اللي يصير انه السبلين له توريد دم، تمام، وخلايا الدم الحمراء او الاثروسايت حق مريض السكل يجي زي كذا، فممكن انها ما تدخل او ما تصير تتحرك بشكل كويس، فتبدا ايش؟ تتكتل على بعضها، فيصير لها باك فلو. الباك فلو هذا حبه حبه يؤدي الى تضخم السبلين، هذا الاساسي. تمام، ايوه سبلين ومقلي. ولكن اذا طول هذا الشيء السبلين ما حيصير يجي له تمويل دم كويس او بلد سبلاي كويس، فيصير له شرينكج يصغر مره لدرجه انك يصير كانه موجود، كانه مستأصل، يكون مره صغير، مجرد كذا 1 سم يمكن.
تمام؟ فلما كأن السبلين ما له وظيفة حتضعف مناعة حقت المريض، فيضعف المناعة حيصير احتمالية أن يصاب بالإنفكشن أعلى، ومنها ستافيلوكوكس. فالستافيلوكوكس بعد ما تضعف مناعته بسبب الأوتونوميك سبلينكتومي، أوتونوميك سبلينكتومي معناها أن الجسم نفسه استأصل عضو من نفسه بسبب الريكورنت إنفاركشن، هذا اللي صاير. فاللي صار عندي أن احتمالية الإنفكشن تصير أعلى، ومن الناس ومن أعضاء الأنسجة ممكن اللي يصير لها إنفكشن هي العظام، وهو مرض استيمولايتس، تمام؟ هذه جميل جدا. طيب النقطة اللي بعدها، لكنك الفيتشرز الباقية نقول. طيب كمان كلينيكال فيتشر، الكلينيكال فيتشر حتكلم عنها هذه برضو المكملة، حقول عنها فيزو اكلوسيف كرايسيس. طيب ايش قصدي فيزو اكلوسيف كرايسيس؟ بشكل عام فيزو اكلوسيف يعني اغلاق الاوعية الدموية، يعني هذه اوعية دموية تم تسكيرها. ليش؟ لان خلقه اساسا، خلينا نسمي خلايا الدم الحمراء بالاخضر بس لان شال اللون، شكلها غير تمام، فاذا مش تمام حتسكر الطريق، صح؟ لانها هي اوريدي اصلا الكابيلاريز مره صغيره، باليالا توسها حجم خلايا الدم الحمراء الطبيعيه، فما بالك واحده غير طبيعيه حتعلق، تمام؟ طيب هذا ممكن يؤدي الى ايش؟ ممكن مجرد انها تقفل راح تسبب الم في المكان وفي العضو اللي قفلت فيه. لو قفلت برجولك هتحس ألم برجولك، بصدرك هتحس ألم بصدرك، تمام؟ طيب يا عمر كيف، إيش يتبعها هذه؟ ممكن يتبعها أشياء كثير، عشان كذا مريض أنيمي إيش يقولك؟ يجيك في ألم بصدره، ألم في أماكن كثيرة وإلى آخره، تمام؟ في رجله، لأن دائما العلقة هذه راح تسبب، راح تقلل الأكسجين وتزيد السترس على النسيج، وزيادة السترس نظريا طبعا يزيد الاستيميليشن حق النير، فيصير عندك ألم زيادة. طيب أكيوت تشيست سيندروم، مريض الأنيميا يجيك بألم صدر ولها نظريات كثيرة، ولكن في واحدة من النظريات اللي قالوها ليش مريض الأنيميا كثير يجيك في ألم في الصدر، أحد الأسباب الأكيوت تشيست سيندروم إن الآن عندي عظمة، العظمة هذه لها تمويل دم معين، تمام؟ بلد سبلاي، توريد. مع مريض السيكل سيل راح يصير فيه اكلوجن ما حيوصل، فيؤدي ذلك الى نكروسس العظمه، ونتيجه النكروسس نتيجه العظمه اذا مات او العظام اذا بدات خلاص بدات تموت الانسجه الخلايا العظميه راح تبدا يطلع بدالها ايش؟ يطلع عنها فات. الفات هذه قد تنتقل لمجرى الدم وتطلع فوق، خلينا نحط مجرى الدم كذا، يطلع فوق لين اللنجز ليش اللنجز كذا يا ساتر، وتطلع فوق لين اللنجز، وفي اللنجز راح تعلق في احد الكابيلز اللي هناك وتسوي لك الاكلوجن اللي هناك وتحسسك في الام. هذه نظريه. وفي نظريه اخرى يقول لك لا والله يمكن هذا مو شرط انه يكون في نكروس بالعظام، يمكن مجرد انه يصير في عندي ثرومبوسيس طبيعي بنفس الكابيلز يطلع للفيسز اللي موجوده في اللنج